السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ضياء عبد الله في دقائق ألمانية. درسنا اليوم درس قصير، محادثين، عشان نخلص من موضوع الكلايدون. عندنا هون مثلا يفوت زبون عند محل يقول له مثلا انتشوليغونت كونن زي ميا هيلفن، كونن زي ميا هيلفن، كونن مودال فيرب انتشوليغونت يعني معذرة، كونن زي ميا هيلفن، بيسحب الفعل لآخر الجملة برجع لصيغة المصدر. الفعل هيلفن بيجي ضمير معه بصيغة الداتيف ميا، هل تستطيع أن تساعدني؟ كونن زي، هل بإمكان حضرتك أن تساعدني؟ كونن زي ميا هيلفن. فبيقول له يا ناتورليش باس كان إيش فوزي تون، يا ناتورليش باس كان إيش فوزي تون. تمام، ناتورليش يعني طبعا، باس كان إيش فوزي تون، الفعل تون يعني يفعل، فعل جاي بصيغة المصدر هيك تون، دو بالانجليزي. What can I do؟ دو بالانجليزي. تمام؟ تون يفعل. بس كان سحب الفعل لآخر الجملة رجع لصيغة المصدر. بس كان ايش فور زي تو، حرف الجر فور بيجي بعده اكوزاتيف، اخذناه في زي لحضرتك، زي ضمير حضرتك. بس كان ايش فور زي تو، ماذا استطيع ان افعل لحضرتك؟ ايش باوخي اين ياكي، انا احتاج الى جاكيت، اين ياكي اكوزاتيف، ايش باوخي فعل باوخي نجمع اكوزاتيف، دي ياكي اين ياكي. في البياع بيسألو فو دين فينتا للشتاء، عندنا فينتا شتاء، دير فينتا. تمام، فو حرف جر بيجي بعده اكوزاتيف، دير اكوزاتيف دين، فو دين فينتا للشتاء، بيقول له يا أبا نيش تسو فارم، بقول له إيه بس مو كتير يكون دافي فارم. فيلش غروسة، غروسة يعني قياس، دي غروسة فيلش نضيف إيه، فيلش غروسة أي قياس. داس فايس إيش لايدا نيشت، فايس من الفعل ويسن، فايس يعني يعرف، داس فايس إيش لايدا نيشت، لايدا يعني للأسف، بمعنى انه للاسف ما في، ما بعرف يعني. داس فايس ايش لايدا نيشت. زي براوخن جروسة 42 دينكي ايش، هذا البياع بيقول له يعني بعتقد انه انت بحاجة للقياس 42 دينكي ايش، الفعل دينكن يعني think بالانجليزي، دينكن يعني يعتقد. زي براوخن جروسة 42 دينكي ايش، انت تحتاج الى القياس 42 اعتقد ذلك. دان كنن بي اسمان هي فورنشاون، كنن فيا اسمان هي فورنشاون، كنن احتل الموقع الثاني وسحب الفعل لآخر الجملة ورجع لصيغة المصدر. الفعل شاون يعني يتفرج، دان كنن فيا اسمان يعني معنى بإمكاننا أول شيء نطلع نتفرج على في الهون قدام يعني. هي فورن هون، هي فورن في المقدمة قدام، اسمان أول شيء، ثاني كنا بيا اسمان هي فورني شاون، شاون نتفرج، معنى بإمكاننا أن نتفرج أول شيء هون أمامنا. Wir haben eine große Auswahl an eleganten Jacken. Wir haben، نحن نملك، eine große Auswahl، Auswahl بمعنى اختيار، خيارات، تشكيلة. تمام، عندنا تشكيلة واسعة، Wir haben eine große Auswahl، عندنا تشكيلة واسعة، an eleganten Jacken. أن إجا بعده داتيف، ياكن جمع، إليغانت أنيق، إليغانتن داتيف صفة منضيف أن. Wir haben eine große Auswahl an eleganten Jacken. تمام، إليغانت يعني أنيق، معنى أنه عندنا تشكيلة واسعة بالجواكيت الأنيقة. تمام، وهل الباع مثلا بيقول له بس أين فاربة زوخن زي، زوخن يعني يبحث، مصطلح was für ein بيجي بمعنى تساؤل بصيغة التعجب فيها كمان. تمام، مثلا بتشوف حدا بيسألك سؤال مو متوقع، بتقول له was für eine Frage hast du gefragt، يعني شو السؤال اللي سألته، بصيغة تعجبية مثلا. أو شفت بنت حلوة مثلا، بتقول was für eine Frau ist sie، يعني شو البنت هاي الحلوة. تمام، و was für eine Farbe suchen sie، was für eine Farbe suchen Sie، معنى شو اللون اللي بتدور عليه، was für eine Farbe suchen Sie، طبعا eine
لانه دي فارنا تمام. قال لك مثلا في لاش اتواس ان بلاو او دا ان غرين. اذا بدك تحدد انه بدي شغله بهاللون او بهاللون استعمل ان. في لاش يعني ربما في لاش اتواس ان بلاو شيء يكون ازرق او ان غرين او دا ان غرين يعني اخضر. فبفرجيه بيقول له جفلت اينن ديزي ياكي اينن. قلنا فعل جفالن يجب اول جمله حرف كبير. جفالن بيجي معه داتيف. هل عجبك هذا الجاكيت؟ جفلت اينن ديزي دياكي هذا الجاكيت ديزي اينن صيغه احترام زي لانه. بيقول له ايش جلاوبي زي استميا تو كلاين. ايش جلاوبي اعتقد جلاوبن الفعل جلاوبن يعتقد تو مبالغة كلاين صغير ميا لي لمين لمين هالشاكيت صغير إلي فيم داتي ميا راجع درس الداتي داتي بسأل عنه بفيم بتطالعه لمين صغير إلي ميا إلي أنا إيش داتي ميا إيش جلاوبي زي على الجاكيت الجاكيت زي إيست ميا إلي تو كلاين. فبقول له إيش هذا نخ ديز هي في فيندس دي في فيندن زي دي إيش هذا نخ ديز هي بمعنى إنه كمان عندي نخ أيضا كمان إيش هذا نخ ديز هي بمعنى إنه عندي هذا كمان هون بفرجي شاكيت تاني. فيك تستعمل إيش هذا بس إيش هذا ودودة أكتر إيش هذا تجي بالدروس الجاي إيش هذا نخ ديزة هي معنى إنه شوف هاي كمان عندي هاي كمان في فيندن زي دي كيف بتشوفها في فيندن زي دي على الجاكيت تمام أو فيك تقول في فيندن زي ديزة ياكي أو في فيندن زي دي تمام. هات مثلا اذا بتروح على شي محل بتقول له فيك تقول له ايش مشتي مثلا اين بروت بدي خبز او ايش براوخي اين بروت. وفي مصطلح ودود اكثر بتقول له ايش هات جيرني اين بروت معنى انه بتطلب بشكل ودي. هون تعرض بشكل ودي بتقول له مثلا ايش هات نخ عندي كمان ديزا هذا هي هون في فيندن زي دي في فيندن زي حضرتك دي او بيزياكي. إست داس هي دير برايس الزبون يقول إست داس هي هل هذا الشيء اللي هون إذا هي دير برايس السعر يعني هل هذا هو السعر إست داس هي دير برايس والسعر موجود هون قلوا إست داس هي اللي موجود هون دير برايس السعر 190 يورو 190 يورو أما داس إست ميا إنه لي لمين لي في توتويا كتير كتير غالي aber das ist هذا السعر ميا إلي viel zu teuer كتير غالي so viel Geld so يعني هكذا viel معنى إنه هيك مصاري كتير Geld يعني مصاري Geld so viel Geld هيك مصاري كتير möchte حتى الموقع الثاني so viel Geld هيك كتير مصاري möchte modal verb بسحب الفعل لآخر جملة برجع لصيغة المصدر möchte ich nicht ausgeben. So viel Geld möchte ich nicht ausgeben. Ausgeben يعني ينفق. إنه بمعنى إنه هيك مصاري ما بدي أنفقه. تمام؟ على جاكيت يعني. فالبائع مثلا بيقول له أوكي في فيندن زي دي بفرجي واحدة ثانية في فيندن زي دي. داس فيندن إيش زي شو؟ في فيل كوست داس. إنه داس فيندن إيش؟ إنه أنا بشوفها كتير حلوة. في فيل كوست داس مش قد بتكلف. بيقول له مثلا زي كوست أو دي هذه. صارت معرفة كوستت 80 يورو او داس فيندي ايش زي داس فيندي ايش جونستش جونستش بمعنى انه مناسب رخيص. ايش بروبيه دي دوخ مال ان عنا بروبيه دي دوخ مال ان فعل ان بروبيه فعل مركب موقع الثاني اخر الجملة دوخ بمعنى بالفعل بالواقع تجي تجميل للجملة تمام؟ ربي دوخ مال أن. عندنا الفعل تون. إيش؟ توي دو توست. إيزي إس توت. تمام؟ الماضي جيتان.
وعنا بكنوبف يعني الزر، بغايس فير شلوس، فير شلوس يعني السحاب. مشان نخلص الموضوع التياب، خلصنا بموضوع التياب. إن شاء الله أشوفكم خير ودروس جاي. سلام.